أنا ختام يوسف الشلبي من بتونيا. الحمد لله كل عام وانتم بخير، رمضان المبارك على الجميع. والله احنا بنستنى رمضان من السنة للسنة، منيجي على الأقصى وفرحتنا لا توصف لما بنستنى باليوم يوم لحظة بلحظة. والحمد لله رب العالمين اللي أكرمنا وجينا للمسجد الأقصى. والله يحرر المسجد الأقصى إن شاء الله، وحرر الأسرى والمسرى وجميع المسلمين يا رب العالمين. الطريق والله فيه مشقة يعني، بس الحمد لله رب العالمين ميسرة الحمد لله.